يمكن آخر جزء في الـ Basics of Stem Cell Transplantation and Cellular Therapy هتكلم فيهم عن الـ Bispecific T Cell Engager اللي اختصارا بسميها الـ BiTEs، وساعات بيسموهم كمان الـ CAR T Light، اللي هو يعني الـ CAR T البسيطة أو المخففة، لأنها تعتمد على نفس الميكانيزم بتاع الـ CAR T، إنها برضه بتستخدم الـ T Cells to recruit T cell against the cancer cell نفسها زي ما تشوف دلوقتي. يعني فكرة ال bispecific antibodies عامة هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن antibodies عندها two binding sites، واحد فيهم binding site for two different antigens، يعني عندهم two binding sites كل واحدة فيهم تمسك في specific antigen. ده فكرة ال bispecific antibody. ال bispecific antibodies بتشتغل إزاي؟ من ضمنهم يعني for example ال bites اللي هي الباي سبيسيفيك تي سيل انجيجر، من خلالها بتريكروت وبتاكتيفيت الاميون سيلز سبيشالي تي سيلز تو كيل الكانسر سيل، زي البلينتوماب، وده هنتكلم عنه النهارده، هما ده المين كيس اللي هنتكلم عنه النهارده، زي البلينتوماب في علاج الاي ال ام، ده one of examples of CAR T. فكرتها انها او سوري one of the examples of the BiTE اللي هو الباي سبيسيفيك تي سيل انجيجر، فكرتها انها عندها two binding sites، واحد binding site بترتبط فيه مع الكانسر سيل نفسها، وان binding site بترتبط فيه مع التي سيل، وبالتالي بتريكروت التي سيل انها تو كيل الكانسر سيل من خلال انها تبدأ تطلع سيتوكاينز وتطلع بروتينز تقدر تكيل بيها الكانسر سيل. فكأن انا بريكروت التي سيل عشان خاطر اقربها من الكانسر سيل، واقدر اعيد الايدنتيفيكيشن نفسها بتاعت التي سيل على الكانسر سيل عشان خاطر تكيل الكانسر سيل دي. زي ما قلت لكم فكره الاميون ايفيجن، اللي هو ازاي الكانسر سيل بتهرب من الاميونيتي من خلال بتكسبريس بروتينز تهرب بيها عن التي سيل، لا انا هنا بقى هعمل انتي بادي، يبقى باي سبيسيفيك انتي بادي يعني يمسك عنده قدره انه يمسك في تو انتيجن، وان اوف ذيس انتيجن موجود على التيومر سيل، اند اذر انتيجن موجود على التي سيل عشان خاطر يخلي التي سيل تقرب من الكانسر سيل وتموتها. فدي الميكانيزم اوف اكشن اوف بايتس اللي هي باي سبيسيفيك تي سيل انجيجر. لكن عامة الباي سبيسيفيك انتي بادي ليها كذا رول وكذا يوز، يعني فور اكزامبل وان اوف ذا ميكانيزم اوف اكشنز المهمه انها بتعمل اسوشيشن ما بين البروتين كومبلكسز، ودي فكره الايميسيزوماب بتاع علاج الهيموفيديا. واحد من الادويه الجديده في علاج الهيموفيديا اللي هو الايميسيزوماب، والايميسيزوماب ده عباره عن باي سبيسيفيك انتي بادي بيمسك فيه بروتين 9 وبروتين 10. هي فكره مشكله الهيموفيليا، الناس عندهم هيموفيليا ايه ايه انه المفروض الكلاس او بروتين نمبر 9 في الباثوي بتاعه الكواجيليشن بيحتاج بعد كده فاكتور، او فاكتور 9 بيحتاج فاكتور 8 عشان خاطر ياكتيفيت فاكتور 9، وبعدين يقلاه انه فاكتور 9 يمسك فاكتور 10 ويعمل له اكتيفيشن. دي فكره او الميكانيزم اوف اكشن اوف فاكتور 8 نفسه. فالناس اللي عندهم هيموفيليا ايه عندهم فاكتور 8 ديفيشنت مش موجود او نوت اكتف مش شغال بشكل كويس قوي، وبالتالي فاكتور 9 مش عارف ياكتيفيت فاكتور 10. فكره الايميسيز ماب قال لك لا، طب انا هعمل بقى مونوكلون انتيبادي هو نفسه يحل محل فاكتور 8، يعني هو نفسه يشتغل الباينل سايد، دراع يمسك فيه فاكتور 9 وفي الدراع الثاني يمسك فيه فاكتور 10، وبالتالي يعمل دايركت اكتيفيشن اوف فاكتور 10، وده الميكانيزم اوف اكشن اوف الايميسيز ماب. ده وان اوف باي سبيسيفيك انتيبادي، هو كل دور ان هو بيعمل ايه؟ فورسينج تو بروتينز عشان يمسكوا في بعض. اوكي؟ واحدة من الـ under research mechanisms of الـ bispecific antibodies اللي هم يشتغلوا من خلال إن هو بيبلوك الـ immune checkpoints، ودي يمكن لسه برضه من الحاجات الجديدة. إحنا عارفين الـ anti PD-1 و anti PD-L1 هي فكرتها إنها بتبلوك الـ immune checkpoint أو checkpoint inhibitor على one cell، لأ دلوقتي بيفكروا إن هم يعملوا بقى إيه؟ bispecific antibody يبلوك الـ immune checkpoint على two cells. يعني عندنا مثلا انتي بي دي 1 ده بيمسك فيه البي دي 1 الموجود على التيومر، انتي بي دي ال 1 بيمسك فيه البي دي ال 1 اللي موجوده او الموجوده على الماكروفيجز نفسها. دلوقتي من ضمن الحاجات اللي بيعملوها بيحاولوا يعملوا بقى حاجه يبقى فيها الباي سبيسيفيك انتي بادي يقدر يبايند تو بي دي 1 الموجود على التيومر وبي دي ال 1 الموجوده على الماكروفيجز، وبالتالي عملت اميون او دبل بلوكينج للاميون تشيك بوينتس. اوكي فده لسه اندر ريسيرش، لكن اللي موجودين دلوقتي هم البايتس او الباي سبيسيفيك تي سيل انجيجر. قدرنا نعمل سم باي سبيسيفيك انتي بادي تمسك في تي سيل تمسك في الكانسر سيل، وبالاضافه ان احنا ريكروت تو بروتينز زي ده وزي الايميسيزوماب.
اتكلمنا عن الباي سبيسيفيك انتيبوديز والميكانيزم اوف اكشن بشكل عام. المحور بتاعنا كله في المحاضره دي هنتكلم فيها عن الباي سبيسيفيك تي سيل انجيجرز. يمكن التايم لاين ده بيورينا ايه هي الابروفد الباي سبيسيفيك تي سيل انجيجر، هنتكلم عنه برضو دلوقتي in more details. هم تقريبا حوالي 7 ادويه البايتس الموجودين في الهيماتولوجي كلهم. اول واحد كان في ال 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 اللي هو البنيتوماب، وده باي سبيسيفيك تي سيل انجيجر اجينست ال سي دي 19 ريسبتور الموجود على ال ال ال. وبعد كده في عندنا كمان ابروفد 3 ابروفد بايتس في البي سيل لينفوما اللي هو الموسنتوزوماب، وده ابروفد في 2022 في الفوليكولار لينفوما، والجلوفيتاماب في 2023 في الديفيوزر جي بي سي لينفوما، هو والابكوريتاماب ده برضه في الديفيوزر جي بي سي لينفوما. فدول ابروفد بايتس في الديفيوزر لارج بي سي لينفوما، وفي عندنا ابروفد بايتس في حالات المايلوما اللي هو زي التكلس تمام، ده وان اوف ذا ابروفد بايتس في حالات المايلوما. في كمان اللي هو التلك تمام، ده برضو another approved بايت في المايلوما. في كمان واحد تالت تاني برضو included في المحاضرة هنا. فتقريبا المحاضرة هتكلم فيها عن 7 drugs approved، منهم واحد في ال 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 اللي هو بنيتوماب، ومنهم 3 approved في البي سيل لينفوما اللي هو الموسنتوزوماب جروفيتوماب والابكو ريتاماب، وفي 3 approved في حالات المايلوما اللي هم التكليستاماب والريتاماب والتالت اللي هو تالكتاماب. طيب نبدأ نتكلم عن كل واحد فيهم كده، وايه هو الميكانيزم اوف اكشن وايه هي اليوسز والسايد افكتس. اولا البنيتوماب وده اول بايت اللي هو بايت سبيسيفيك تي سيل انجيجر في الهيماتولوجي، كان ابرود في الناس اللي عندهم ريلابسد ريفراكتوري بي سيل اي ال ان. فكرته ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن بايت سبيسيفيك انتيبادي عنده دراع يمسك في سي دي 19 اللي موجود على البي سيل، ودراع يمسك في سي دي 3 بوزيتيف موجود على التي سيل، وبالتالي بيريكروت تي سيل تو اتاك ال اي ال ان. زي ما قلت لكم خد اف دي ابروفال في حالات الناس عندهم ريلابس ريفراكتوري اي ال ان. بيستخدم ازاي؟ انه بيستخدم كونتينوس انفيوجن لمده 4 اسابيع. فكان هو مشكلته ان ده هيفضل معلق الدواء على مدار 4 اسابيع، وبعد كده ياخد 2 ويك اوف، وبعد كده ياخد انذر سايكل اوف كيموثيرابي. من اهم السايد افكتس بتاعتهم طبعا هو بما انهم كارتي لايت، يعني شبه الكارتي، يعني انت برضو انكلود التي سيل اللي تؤتك الكانسر سيل، فبيبقى لهم نفس الكومن سايد افكتس برضو اللي هو برضو سيتوكاين ريليس سندروم ونيوروتوكسيستي. فسيتوكاين ريليس سندروم ولكن بنسبه اقل طبعا، نيوروتوكسيستي وايد رينج اوف نيوروتوكسيستي. لو نستخدم الدواء دوت ممكن يعمل لك حاجات زي كونفلجنس، ممكن كونفيوجن، ديمنشيا، up to seizures و strokes. ده كان أول دواء اللي هو البلينتوماب، وده زي ما قلت لكم approved في relapsed refractory ALL. تاني مجموعة أدوية، ودي الـ approved في حالات الليمفوما، هو زي ما قلت لكم 3 أدوية. أول واحد فيهم كان الموسنتوزوماب، وبعدين الجلوفيتاماب والإبكوريتاماب. الموسنتوزوماب ده approved في relapsed refractory follicular lymphoma more than 2 lines. الجلوفيتاماب والابكوريتاماب الاثنين ابروفد في relapsed refractory diffuse large B cell lymphoma more than 2 lines of therapy. يبقى اثنين في ال diffuse large B cell lymphoma اللي هم جلوفيتاماب والابكوريتاماب، اما الموسنتوزوماب او موسنتوزوماب ده ابروفد في relapsed refractory follicular lymphoma. نبدأ بالموسنتوزوماب. الموسنتوزوماب زي ما قلت لكم ده برضو يسمى كارتي لايت، هو عبارة عن بس سبيسيفيك تي سيل انجيجر، عنده دراعين، واحد فيهم يمسك فيه سي دي 3 بتاعة التي سيل، والتاني يمسك فيه سي 20 بتاعة النفوما سيلز، وبالتالي هو بيركروت تي سيل انها تاتاك النفوما سيلز. يبقى هو بايس سبيسيفيك تي سيل انجيجر اجينست سي دي 20 بوزيتيف ريسبتور. واخد اف دي ابروفال في فريكال نفوما مور ذان 2 لاينز. السايد افكتس يعني نفس السايد افكتس اللي بنتكلم عنهم، سيتوكاين ريليس سندروم هي نسبة حوالي 40%، والنيوروتوكسيستي حوالي 5% اللي هي الايكانز، والنيتروبينيا نسبة حوالي 30%. خلي بالك ان الارقام دي كومباربل بالكارتي. الكارتي نسبة سيتوكاين ريليس سندروم بتوصل حوالي من 70 ل 80%، ونسبة النيوروتوكسيستي بتوصل من 40 ل 60%. فانت
توصل بهذه الكوميونيكيشن الى النسبه الاقل دي، ده one of the advantages بتاعت البايتس عن الكار تي. اوكي، however انه حتى الان زي ما قلت لكم مفيش comparative study مين فيهم احسن من التاني، يعني مفيش اللي عملش ده قصاد ده، لكن هي one of the new modalities for treatment of cancers زي الليمفوما من غير ما تحتاج انك تعمل بقى ايه افريسز وتروح توديها للمصنع تتصنع وتيجي تعملها انفيوجن جوه العيان. البروسيجر بتاعت الكارتي الباي سبيسيفيك تي سيل انجيجر ممكن تبقى one of the options prior الكارتي نفسه. بالنسبه لي لارج بي سيل فورم زي ما قلت لكم في عندنا اتنين كارتي واخدين ابروفل اللي هم الجلوفي تمام والابكولي تمام. الجلوفي تمام ده برضو باي سبيسيفيك تي سيل انجيجر عنده درايف يمسك في سي دي 3 ودرايف يمسك في سي دي 20 وبيبورت سي دي تي سيل نفسها اجينست الكانسر سيل. اوكي، واخد اف دي ابروفل في ديفيوز بيس ان فور مور ذان تو لاينز، والريسبونس ريت في الترايلز اللي اتعملت كان حوالي 50% اللي مسميين العيانين ممكن بيستفيدوا بيه. الكومبليكيشنز او سايد افكتس برضه اجينست سي ار اس 70%، ولكن هي رقم طبعا كبير، لكن الجريد 3 اور مور نسبتها قليله جدا 4% من العيانين كانوا جريد 3 اور مور من السيتوكاينري سيندروم. الاي كانز نسبتها قليله حوالي 4%، السيتوبينز انفكشن حوالي 15%. زيه الابكو ريتاماب، بس الابكو ريتاماب هو بس الفكره الفرق بينهم ان ده سبكوتينس انفيوجن والجلوفيتاماب ده اي في انفيوجن، برضه عباره عن بس سبيسيفيك تي سيل انجيجر اجين السي دي 20 والسي دي 3 اف دي ابروفد في ديفيوز لارج بي سيل فورم افتر تو لاينز. ريسبونس ريت هنا 60%، يمكن الجلوفيتاماب كان 50% في الترايلز بتاعته. سي ار اس 50%، الايكانز تقريبا متقاربه حوالي 6%، سيريس انفكشنز حوالي 15%. فالجروفي تماب والابري تماب الاثنين في الديفوز لارج بيس ليمفوما مور ذان تو لاينز، اما الموسنتزومام كان ابروفد في حالات ريلابس ريفراكتوري في الليمفوما. يبقى اتكلمنا عن اول حاجه خالص البنيتوماب وده ابروفد في الاي ان ال. في عندنا ثلاث ادويه من البايتس في الليمفوما، الموسنتزومام والجروفي تماب والابكو ريتاماب. بالنسبه للمايلوما في عندنا ثلاث ادويه برضو ابروفد في المايلوما اللي هم التكليستاماب، وده اول واحد كان يبقى ابروفل، وفعلا بعد كده عندنا التالكوتاماب والران تماب كده دايما اللي بيروح مني اللي هو الران تماب، ده برضو one of the drugs approved في المايلوما. انا بس هنا حطيت سلايد عن الابديتس في ديفيوزر بيس لينفوما، فين مكان الكار تي وفين مكان البايتس فيها. يمكن زي ما قلت لكم انه في الريسنت 2 years يمكن 2022 او 2023 دلوقتي 2024 البلان اوف مايلوما اتغير شويه، في النفوما مانجمنت اتغير شويه، بقينا عندنا كذا تريتمنت اوبشن، عندنا كيمو ايمونوثيرابي، عندنا اوتولوجوس ترانسبلانتيشن، عندنا كار تي، عندنا بايتس. فين مكان كل واحده فيهم؟ السكيما دي one of the important schema في الـ Updates of Management of Diffuser Space Lymphoma. ده أول حاجة خالص يعني بياخد في وين ريلابس بياخد the first line of chemo immunotherapy، وبعد كده بتأسس الـ patient دوت. والله لو العيان ده كان ريلابس أو حصل ريلابس بعد 1 year يبقى العيان ده هيبقى في good prognosis، ساعتها بدي salvage chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation لو العيان ده دخل فيه CR. طيب لو العيان ده كان ريلابس أقل من 1 year يبقى ده معناه هو poor prognosis، مش هستفيد قوي من الاوتو، لكن لقينا انه في هذه الحاله الكار تي بقت مور افكتيف عن الاوتو ستيم سيل ترانسبلانتيشن. فلو هو كانديد فور كار تي يبقى طبعا كار تي، طب لو نو كانديد فور كار تي يبقى فكر بقى في other lines. other lines بتشمل بقى other chemo immunotherapy زي البوليتوزوماب او other antibody drug conjugate combination زي التافاسيتاماب او اللونكاستاماب، او بقى تدي حاجه زي البايتس اللي احنا قلنا عليهم اللي هم الجلوفي تمام او الابكولي تمام. ده المكان بتاعت الاذر اميون سبريسيف ثيرابي او كومبينيشن ما بين الكيمو ثيرابي والاميون ثيرابي اند بايتس. بعد ما اتكلم عن 3 important bites في الليمفوما هنتكلم عن 3 important bites في المايلوما. اول واحد فيهم اللي هو التكليستاماب، وده يمكن واخد FDA approval في 2022 في الناس اللي عندهم
ريلابس ريفراكتور مالتي مايلوما افتر 4 لاينز، نفس الكلام بينطبق تقريبا، هتلاقي نفس الاكسبريشنز اللي احنا عليها في الرول اوف كار تي في المايلوما، يبقى افتر 4 لاين ولازم يكون واخد برضو اميونوميديتور دراج، وواخد بروتيزوم انهبيتور، وواخد انتي سي دي 38 دراج. فلو طبق الشرط ده ساعتها ممكن عندك الاوبشن دي انك تديله بايت او تديله كار تي. فرقم واحد في البايت اللي كان ابروفل هو التكلس، تمام. اوكي، التكلس تمام. ميكانيزم في اكشن هو بيتارجت البسمه اللي هو بي سيل ماتريشن انجن اللي احنا قلنا عليه، وزيه برضو اللي هو الران تمام، وده برضو بيتارجت بي سيل ماتريشن انجن. زي ما شايفين كده الريسبونس ريت حوالي 50% لحوالي 60%، والكومبليكيشنز برضو هي نفس الكومبليكيشنز، سيتوكاين ريليز سندروم والايكانز والسيتوبيزن انفكشن، ولكن بريد اقل طبعا من الكارتي. فالتكريستاماب والرانتاماب الاثنين انتي بي سيل ماتوريشن انجن بايتس، يعني هم بيشملوا برضه، يعني كل واحد فيهم عباره عن بايت سبيسيفيك تي سيل انجيجر، دراع فيه بيمسك فيه السي دي 3 بتاعت التي سيل، ودراع بيمسك فيه في البي سيل ماتوريشن انجن. في انذر بقى بايت في المايلوما اللي هو التالكوتاماب، والتالكوتاماب ده عباره عن باي سبيسيفيك انتي بادي بيمسك في سي دي 3 بتاع تي سيل، لكن بيمسك بقى مع انذر ريسبتور موجود على المايلوما اللي هو الجي بي ار سي 5 دي ريسبتور. نعرف برضو الريسبتور ده مهم قوي، جي بي ار سي 5 دي ريسبتور، وده برضو زي البسمه كده موجود اونلي على المايلوما سيل، وده وان اوف ذا تارجتابلز في البايتس. فهو عباره عن زي ما قلت لكم، ادي الاستراكشر بتاعه عباره عن باي سبيسيفيك انتي بادي بيمسك في السي دي 3 بتاع التي سيل والجي بي سي ار 5 دي بتاعت المايلوما سيل، تو تارجت التي سيل انها تكل المايلوما سيل نفسها. والريسبونس ريت بتاعه واخد حوالي 60 70% شبه الالمان تمام. والسايد افكت بروفايل برضو نفس الكلام اللي هو سيتوكاين ريليز والايكنز والسيتوبينيز، ولكن بنسبه اقل من الكار تيز. يعني دي الباي سبيسيفيك انتيبادي في حالات المايلوما ويز الكومبليكيشنز او كومبينيشن ثيرابي ان ذا فيوتشر. في عندنا التكريستاماب بماجستيك 2 ترايل، هي الماجستيك 1 ترايل دي ليد تو ابروفال اف دي ابروفال اوف تكريستاماب، وده زي ما قلت لكم اول بايت في المايلوما تارجتنج البسمه. بعد كده في عندنا الرانتاماب، وده تاني بايت في المايلوما تارجتنج البسمه. اما التركتاماب وده تالت بايت في المايلوما بيتارجت ال جي ار جي بي ار سي دي او 5 دي ريسبتور الموجود على المايلوما سيلز نفسها. يمكن دي اون جوينج ترايل فور كومبينيشن بقى بين البايتس اند اذر لاينز اوف ثيرابي. يعني مثلا تلاقي الماجستيك ترايل كان بياخد التكريستاماب ومعاه داراتوماب ولينالدوميد، ال ماجنتا ترايل ماجنتس ام ام ترايل بياخد الريتاماب مع الداراتوماب، والترام ترايل كان بياخد التركتاماب مع داراتوماب ان كومبينيشن مع بعض في الناس اللي عندهم ريلاسيد ريفراكتوري مالتو مايلوما وفور ايرلي لاين اوف ثيرابي. يعني هنا خدنا لهم تقريبا الاجابات، واخدين لهم يمكن في فيرست او 3 لاينز، هنا بعد 3 لاينز، هنا بعد 3 لاينز بوست الامينوميديتور دراجز والبروتيزوم انهبيتور. يعني فدي زي ما احنا شايفين حتى الريزلتس بتاعتها كانت فيري فيري، ده كلها فيز 2 ترايلز باي ذا واي، فيري بروميسنج. الريسبونس ريت حوالي 50% او الريسبونس ريت حوالي 80% سوري من 90%. الكومبليكيشنز نسبتها عاليه شويه، ولكن اوفر زي ما قلت لكم السي ار اس الجريز بتاعتها او نسبتها عاليه، ولكن الجريد اللي هي سيفير جريز من السي ار اس بتبقى لو كومبيرد بي الكار تي. الاي كانز نسبتها فيري لو كومبيرد بي الكار تيز نفسهم. زي ما قلت لكم دراج كده من الباي سبيسيفيك انتيبادي، احنا هنتكلم عن الباي سبيسيفيك انتيبادي اللي هو امسيزماب، وده ابروف في الناس اللي عندهم هيموفيليا سواء كان عندهم انتيبادي او وداوت انتيبادي. فكرته عباره عن باي سبيسيفيك انتيبادي بيمسك فيه فاكتور 9 وفاكتور 10، فهو بيحل محل فاكتور 8. يعني الطبيعي زي ما قلت لكم فاكتور 8 بيشتغل ازاي اصلا، هو بيمسك في فاكتور 9 وبيخلي فاكتور 9 يقرب من فاكتور 10، وبالتالي بيعمل ميكانيزم اوف اكشن. الامسيزماب نفس الفكره بالظبط، عباره عن باي سبيسيفيك انتيبادي بيمسك في فاكتور 9 وبيمسك في فاكتور 10، فبيعمل ميكانيزم اوف اكشن دوت. فبيستخدمه فور بروفلاكسس في ناس عندهم هيموفيليا اي، وممكن تستخدمه طبعا فور تريتمنت سواء كان ويز او ويزاوت انهبيتور. مشكلته بس ان هو ممكن يعمل ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي، لانه بيزود ريسك فور ثرومبوزيس او في تي اي، سبيشالي لو انت اديت معاه
فريش فروزن بلازما، عشان كده كونترا انديكيت انك تدي معاهم فريش فروزن بلازما، لان لو بتدي فاكتور 10 او ريبليس فاكتور ريبليس من بره بيزود ريسك فور ثرومبوزيس. اوكي، يبقى اهم حاجه بس انا عايز اتكلم في المحاضره بتاعت الجزء دوت اللي هو اتكلم فيهم عن البايتس، الميكانيزم اوف اكشن اوف بايتس نفسهم، ان هي عباره عن مونوكلونال انتيبوديز دايركتد اجينست تو انجنز، تمسك في تو انجنز، واحد فيهم بيبقى التي سيل، يعني كل البايتس دول بيركروت تي سيل عن طريق الريسبتور بتاعت سي دي 3. الابروفد اتكلم عن البلينتماب في حالات الريلابس ريفراكتوري اي ال ام، اتكلم عن 3 دراجز في الليمفوما، الموسنتزماب في الريلابس ريفراكتوري فوليكول ليمفوما، والجلوفيتاماب والابكليتاماب في الريلابس ريفراكتوري ديفيوزاج بي سيل ليمفوما، وفي عندنا كمان 3 دراجز في المايلوما، اول واحد فيهم كان التكريستاماب وده كان ابروفد في ناس الريلابس ريفراكتوري مالتيبل مايلوما، واخوه على طول الرانتماب، والاثنين دول بيشتغلوا اجنست بي سيل ماتوريشن انجن في المايلوما سيل، واخر واحد بقى اللي هو التركيتاماب، وده بيتاك او بيمسك او بيركروت التي سيل اجنست الجي بي ار 5D ريسبتور اللي موجود على المايلوما سيلز. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيه. كده خلصنا تقريبا البيسكس بتاعت الترانسبلانتيشن والكار تي، وادينا كمان جزء صغير كده عن البايتس ان هيماتولوجي. الحاجات دي كلها ان شاء الله زي ما قلت لكم هتبقى موجوده في الكتاب بتاع هيماتولوجي بورد فيو نوتس، السلايد دي هتبقى موجوده ان شاء الله ان ديتيلز موجوده فيه، لو حد محتاج اي ديتيلز ولا حاجه ممكن يبعت لي على الجروب هنا او يبعت لي على الواتساب، وانا تحت امركم باذن الله ان شاء الله. السلام عليكم.